اتفاق روسي إسرائيلي لسلامة الطرفين على أرض سوريا وليس من أجل سوريا، فالاتفاق حصل بعد موافقة تل أبيب وموسكو على إنشاء آلية تنسيق لمنع سوء الفهم والمصادمات بين قواتهما في سوريا. روسيا وإسرائيل اتفقتا على إجراء تنسيق عسكري عالي المستوى في سوريا يترأسه نائب قائد القوات المسلحة في كلتا الدولتين، على أن يعقد الاجتماع الأول للجنة التنسيق في 25 تشرين بحسب مصادر إسرائيلية، حيث ستركز المحادثات على العمليات الجوية في سوريا والتنسيق الكهرومغناطيسي، وذلك لمنع التداخل في الاتصالات اللاسلكية ونظم الرادار وتجنب أي مواجهات بينهما. وزارة الدفاع الروسية أعلنت بدورها عن إجراء مناورات عسكرية بحرية في أيلول وتشرين الأول في القسم الشرقي من المتوسط، مشيرة إلى مشاركة 3 سفن حربية، كما أكدت أنه سيتم إجراء أكثر من 40 تدريبا على الأقل، بالإشارة إلى مناورات تشمل المدفعية والمضادات الجوية. المناورات العسكرية التي ستجري بين مرفأ طرطوس السوري وقبرص تأتي في إطار الدعم العسكري المتزايد لنظام الأسد، وفي ظل قلق غربي بشأن تعزيز الوجود العسكري الروسي في سوريا. فالأمين العام للحلف الأطلسي أبدى قلقه إزاء التعزيزات العسكرية الروسية على الأرض السورية. So I'm concerned about reports about increased Russian military presence in Syria. أعتقد أن المرحلة الأولى لروسيا ستكون بالجلوس مع الولايات المتحدة والإفصاح عن نواياها بوضوح، وأيضا السعي للتعاون بشكل بناء مع الجهود التي تقودها الولايات المتحدة لمواجهة تنظيم الدولة. كما عبرت كل من فرنسا وبريطانيا عن قلقهما من ارتفاع لافت للوجود الروسي في سوريا. البيت الأبيض أعلن من جهته عن إمكانية للخروج بنتائج بناءة من محادثات بوتين وأوباما، وذلك بعد إعلان الكريملين عن لقاء سيجمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنظيره الأمريكي باراك أوباما في نيويورك في 28 من الشهر الحالي. هذا التصريح جاء بعد ساعات من كشف الولايات المتحدة عن مخاوفها من تعزيز روسيا لوجودها العسكري واتهامها بإرسال مقاتلين وعتاد عسكري إلى سوريا.